بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على ملاذ الورى وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، وعنوان هذا التوجيه المتواضع: نحن في حاجة إلى مزيد من اليقين والشكر والتوبة. عباد الله، تعرفون أن الله عز وجل هو الكريم المغيث، الحنان المنان، سبحانه له الحمد وله الشكر، وله النعمة وله الفضل. لا إله إلا هو، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هي معشر الإخوة والأخوات، أنعم الله تتوالى، وها هو كرمه يتدفق. مطرنا بحمد الله، مطرنا بفضل الله، مطرنا كرما من الله وتفضلا. وهو سبحانه الذي أحيا الأرض بعد موتها، وأحيا معها قلوب الخلائق. ونحن في ظرف كهذا نحتاج إلى أمور كثيرة جدا، أكتفي هنا بثلاثة. أولها اليقين بما عند الله. علينا أن نحذر اليائسين الذين يزعمون أن سوسة مثلا لن تعود كما كانت. وها هو الله سبحانه وتعالى المنعم الكريم يكذب ظنه. علينا أن نحذر مثل هذا التصور، وأن نتيقن بأن الله تعالى منجز وعده، ومن أوفى بعهده من الله. أهو خيره قد فاض بشكل لم يعهده الناس منذ مدة طويلة. تحدث معي واحد الشخص من البلد ديالنا، وقال بأنه من 1994، يعني هذه 27 سنة، ما شافوا الناس الخير اللي شافوا في هذا الأسبوع. سبحان الله، من بعد ما قنطوا، من اللي سولت على الأحوال قال بأن الزرع الحمد لله أوشك أن يخرج السنابل. بالنسبة للناس اللي حرثوا بكري، أصحاب اليقين، ونحن نتحدث هنا عن اليقين. علينا عباد الله أن نكون على يقين بأن ما عند الله آت، وذلك حين يريد الله ووقت يشاء. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثاني الأمور التي نحتاج إليها الحمد والشكر. لو حمدنا الله على نعمه لزادنا، ولو شكرناه على فضله لدامت النعمة، ولكننا بجحودنا وعصياننا نطرد النعم فترفع. علينا معشر المؤمنين والمؤمنات ألا نمل من حمد الله، وعلينا ألا نتوقف أبدا عن شكره، فهو المنعم وهو الرحيم
وهو الكريم، وهو الجواد الذي يحب أن يحمد. نحتاج ثالثا إلى التوبة. الشيطان عدونا، ولكننا مع ذلك نطيعه بالعصيان وبالجحود لأنعم الله. يجب أن نتيقن ونعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نحن إذن في حاجة أولا إلى اليقين فيما عند الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن في حاجة ثانية، في حاجة إلى أمر ثان، وهو كثرة الحمد وكثرة الشكر حتى تدوم النعم ويزيدنا الله تعالى من فضله. ونحتاج ثالثا إلى التوبة ثم التوبة ثم التوبة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. يا ربي يا أرحم الراحمين، عصيناك فعاملتنا بإحسانك ولم تعاملنا بما نستحقه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.